بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضراتنا في مادة ماشين ديزاين. نبدأ في الجزء الأهم في المادة اللي هي الهيدروليك والنيوماتيك سيستم. نرجع كمراجعة سريعة لموضوع الهيدروليك اند النيوماتيك، الكومباريزون بتوين الهيدروليك والنيوماتيك. احنا حكينا الوركينج فلويد المستخدم في الهيدروليك سيركت او الهيدروليك سيستم هو عبارة عن الاويل، والاويل طبعا عشان نستخدمه لازم يكون في عندنا هيدروليك بامب. وبالنسبة للنيوماتيك سيركت بيكون عندي الوركينج فلويد هو الاير، وفي الحالة هذه بنكون محتاجين لاير كومبريسور. وحكينا من ناحية الاوبريشن بتكون كومبليكيتد في الهيدروليك، كومبليكيتد يعني بتكون الامور شوية مش بسيطة في موضوع الاسمبلي وموضوع الديزاين للهيدروليك سيركت. اما بالنسبة للنيوماتيك بتكون الى حد ما سيمبل. بالنسبة لموضوع النويزي بتكون في الهيدروليك سيركت هي كوايت، وبالنسبة لموضوع النيوماتيك بتكون نويزي شوية، وخصوصا في الهيدروليك او خصوصا في النيوماتيك سلندر. البرشرايزد هنا زي ما حكينا بالبداية انه بنحتاج البامب، فبيكون محتاجين هيدروليك بامب علشان نحصل على البرشرايزد اويل. في الحالات النيوماتيك بنكون محتاجين الاير كومبريسور. طبعا من ناحيه الريتين لاينز احنا حكينا انه الريتين لاينز في الهيدروليك سيركت حاجه مهمه واساسيه جدا، لانه خطوط الزيت الرواجع لكل خطوط الزيت بتكون مهمه جدا في الهيدروليك سيركت، بحيث اني ارجع كل الخطوط الريتين لاينز على التانك بحيث اني اعيد استخدام الزيت من مره اخرى. اما في النيوماتيك نون ريتين لاينز بيكونش موجود اي ريتين لاينز، لانه ممكن يصير الهواء اللي بيكون كومبريست بيكون بيتم خروجه الى الهواء الجوي بشكل بسيط جدا. طبعا بالنسبه للهيدروليك السبيد بتكون ليميتد، وبالنسبه للنيوماتيك السبيد من ناحيه السبيد بتكون فيري هاي سبيد، علشان هيك مكان الباكجينج بتلاقيه كله الباكجينج ماشين موجوده بشكل نيوماتيك عشان السرعه الانتاجيه. طبعا في الهيدروليك بيكون من اهم الاشياء اللي بعمل اعتبارات الها اللي هي التمبريتشر، لانه بيصير في خطوره على السيستم لما بتزيد التمبريتشر في الهيدروليك سيركت. اما النيوماتيك بتكون سيف في موضوع التمبريتشر، فمش مهمه بتكون عندي التمبريتشر في الحاله هذه. كمان من ضمن الكومباريزون بين الهيدروليك سيركت والنيوماتيك سيركت انه الاوبريشن البريشر الاوبريشن بريشر في الهيدروليك بتكون صغيره او كبيره، فيري هاي فيري هاي بريشر. اما من ناحيه النيوماتيك بتكون ليميتد لحد 6 بار فقط، وهذه من احد نقاط الضعف للنيوماتيك، حيث انه انا فعليا 6 بار في كثير من العمليات، في عمليات التصنيع، عمليات الرفع اللي بتحتاج هاي باور، بتكون هذه النيوماتيك صعب جدا اني اطبق سيستم نيوماتيك على ابلكيشن زي هذا. عشان هيك بنيجي نحكي بالنسبه لموضوع الريجيديتي في الهيدروليك تكون الريجيديتي كتير كويسه وفي ثبات للسيستم. اما من ناحيه الريجيديتي للنيوماتيك بتلاقيه ضعيف جدا من ناحيه الريجيديتي. المينتنانس في الهيدروليك وفي النيوماتيك بتكون تقريبا مينتنانس سهله مش معقدة. أما من ناحية البارتس بشكل عام للهيدروليك بتكون يعني خلينا نحكي متوسطة التكلفة من ناحية الكوست. أما من ناحية الكوست للنيوماتيك بتكون بارتس تاعونها إنه لو أوبريشن كوست، ومن ناحية الأوبريشن كوست طبعا إحنا بنحكي هان متوسط وهنا فيري لو أوبريشن كوست، لأنه الأوبريشن كوست بتكون يعني تقريبا مش كتير عالية. من ناحية overall cost بتكون في الهيدروليك سيركت طبعا عالية، الأجزاء الهيدروليكية بندخل في تكاليف عالية وفيها تفاصيل كتيرة، فعشان هيك بندخل في تكاليف عالية لأنه فيها high pressure بتكون، وخصوصا تصنيع الهاي pressure بيصل لأسعار عالية جدا. بالنسبة لل overall cost في النيوماتيك بتكون طبعا قليلة إلى حد ما. بالنسبة لللونج ستروك، بالنسبة لللونج ستروك في الهيدروليك سيركت اللونج ستروك بتكون هنا سويتابل لللونج ستروك، لأنه أنا فعليا بقدر أعمل الشوط للبستون للهيدروليك سلندر بحيث إنه يكون الشوط عندي كبير. هنا بتكون
في النيوماتيك صعب استخدمها لما يكون عندي الستروك يكون كبير، بكون صعب استخدم النيوماتيك لانه غالبا البيستونز بتيجي فيها السلندر بيجي الشوط تبعه صغير الى حد ما. طبعا من ناحيه الموفمنت والبريسيجن في الهيدروليك سيركت بتكون هنا فيري هاي، و بتكون الباور فيها عالية جدا. أما من ناحية الفيد موفمنت في هذه النيوماتيك بتكون مش دقيقة وبتكون صعب نشتغل عليها الابليكيشن اللي هي بتحتاج باور عالية. بالنسبة للابليكيشن، الابليكيشن اللي عندنا في الهيدروليك احنا هناخد كتير من الابليكيشن هذه وحنفصلها، وحناخد كتير من الابليكيشن هذه ونفصلها تفصيل تام عشان نفهم كيف نعمل أني سيستم عن طريق الهيدروليك أو النيوماتيك، كيف بتصير عملية الديزاين لهم من ناحية الابليكيشن. الاوتوماتيك كليت ماشين، الدريلينج ماشين، الجريندينج ماشين، الشيبينج ماشين، الكراشرز، الفورك ليفت، دامبرز إلى آخره من أشياء بنستخدم فيها الهيدروليك سيركت. ولو لاحظنا حنلاقيها كلها أشياء بتحتاج باور عالية، بتحتاج قوة كبيرة علشان عملية التحريك وعلشان عملية الأوبريشن تاعتها. من ناحية النيوماتيك، لما نيجي نحكي النيوماتيك سيركت بنحتاج عنا أو من الأبليكيشن تاعتها الأوتوماتيك ماشين فور هولدينج، الجريبينج، الفيدينج، البوتلينج، الووربينج، الباكجينج ماشين إلى آخره من أشياء زي الكلامبينج والفيكستشر والوير فيدينج إلى آخره من أشياء. وبنلاحظ كلها أشياء ما بتحتاج باور عالية وبتعمل على الباور قليلة نسبيا. لما نيجي للهيدروليك سيركت نحكي عنها، بنيجي نحكي عن تعريفها. هي عبارة هيدروليك سيركت is a group of component arranged، يعني هي عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة عشان تديني useful task. طيب لما نيجي نحكي على أهم الأشياء في الهيدروليك سيركت، بتكون عندي البمب والأكشويتورز، الكنترول فالف، والبايب والبايب فيتنج. البايب والبايب فيتنج، البايب هي عبارة عن البرابيش اللي بيتم استخدامها، والبايب فيتنج هي عبارة عن الوصلات اللي بتكون في بداية ونهاية الأشياء، زي مثلا التي، زي الكونكتورز إلى آخره من أشياء اللي هي البايب فيتنج، والريزرفوار والأكوميوليتور والفلتر أند السترينر. These components are arranged in various ways to obtain، يعني باختصار شديد جدا أنا هاي الكومبوننت لما باجي بنظمها بطريقة أو بأخرى بحصل على various ways عشان أنا أخذ output motion مختلفة. يعني أنا ممكن أصفت أو أجي أعمل arrangement لكل الكومبوننت هاي بشكل معين فتديني useful task معينة، أعيد هيكلة الكومبوننت هذه أخذ output motion مختلفة تماما عن الأولى. الهيدروليك سيركت لما بنيجي نحكي فيه بدنا نعمل ديزاين للهيدروليك سيركت، بكون في عندي points لازم أعملها considered علشان أنا أجي أقرر بناء عليها كيف الهيدروليك سيركت بدها تصير العملية عندي. طبعا بنحكي من ناحية البرفورمانس اللي أنا بدي أحصل عليها، هل البرفورمانس اللي أنا بدي أحصل عليها شو هي دقتها، شو هو الأداء تبعها، كيف بدي أشتغل عليها، بناء عليه باجي بقرر كيف بدي أعمل الديزاين. بتكون هذه عندي considerations. الإفشنسي أوف الأوبريشن، الإفشنسي قديش أنا بدي إفشنسي للنظام، وين بالضبط بدي أحط الهيدروليك سيركت هاي علشان بناء عليه أشتغل شغلي، فهل هو لازم يكون very high precision ولا أنه أنا ممكن أشتغل على حاجة مش دقيقة كتير يعني. ومن ناحية سيفتي، هل المكان حيكون مناسب، هل السيفتي موجودة صحيحة، هل عملية الديزاين هذه بتأثر علي من ناحية سيفتي ولا أنا لازم أعمل اعتبارات أخرى لموضوع السيفتي. How much force is needed، شو هي القوة اللي أنا بدي أزيحها، أو شو هي القوة، أو شو هو الابليكيشن اللي أنا بدي أنفذه، هو قديش أنا بحتاج باور علشان أعمل المهمة أو التاسك اللي قدامي. فأنا لازم أحسب الفورس هذه علشان بناء عليه أعمل الديزاين، واحسب قديش البرشر اللي لازم يكون عندي، شو حجم المضخه، قديش المضخه تتحمل، قديش البايب لازم تكون تتحمل ضغط، بناء كله على الفورسز اللي انا محتاجها في عمليه الديزاين. بالنسبه للفانكشن تاعتي، الفانكشن تاعتي قديش انا بدي اياها، السبيد قديش انا بدي اياها، من ناحيه الكنترول، الكنترول انا بدي اياه مانيوال، بدي اياه ميكانيكال، بدي اياه فول اوتوميتد، كله الكتريكال، هذه الحاجات كلها بتعنيني جدا.
الـ input energy source، السورس تبعي هل هيكون هيدروليك، هل هيكون عندي السورس اللي بده يحرك السيستم عندي، هيكون الكتريكال، شو هو السيستم هذا وشو هو الانرجي سورس تبعي عشان بناء عليه اقدر اعمل ديزاين. واللايف اوف سيستم علشان انا اعرف اللايف للسيستم قديش انا لازم، يعني قديش تتوقع مده، هل هو من السهل يتغير النظام، هل هو، فلازم اعرف اللايف اوف السيستم اللي انا حابب احصل عليها عشان بناء عليه اعمل فاكتور اوف سيفتي عالي للديزاين. طبعا لما نيجي الان نبدا، بنيجي نبدا في اسهل الابلكيشن الموجوده في الهيدروليك سيستم او الهيدروليك سيركت، اللي هي الهيدروليك باور يونت. هي عباره عن نظام هيدروليكي بيعمل على هاي الديزاين تبعه او هاي السكيماتيك تبعه. بنيجي بناخذ من التانك، بيدي للفلتر سيمبل، هذا التانك ريزرفوار بيدي للفلتر، والفلتر بيدي للبامب، البامب بيحركها موتور، والموتور معمول له كوبلون مع البامب الهيدروليك بامب، والبايبنج بتوصل الزيت على اتجاهين، يا بروح على الريليف فالف، والريليف فالف احنا حكينا انه احنا بنعايره لحد ضغط معين، وبعد الضغط هذا اذا وصل لضغط عالي اعلى من الضغط اللي عملنا له ادجستمنت هان بيرجع على التانك، واذا كان الضغط عندي ما وصلش للضغط اللي عملنا له ادجستمنت هان بيضله لا ماشي على السيستم او ماشي على الثروتل فالف او الشت اوف فالف اللي موجود هان علشان اقيس الضغط. باختصار شديد المنطقه اللي هان، اذا كان الفالف هذا مفتوح حقره ساعه الضغط، اذا كان الفالف هذا مسكر حتكون ساعه الضغط تديني 0 بار. لنعتبر كان هذا مسكر الضغط الساعة، وماشي البامب الاويل باتجاه السيستم to do any task في السيستم. هذا مختصر الهيدروليك باور يونت. الفلو كنترول، احنا حكينا انه الفلو كنترول سيركت في مودز او ميثودز علشان اعمل فلو كنترول سيركت. دايما انا في النيوماتيك الهيدروليك سيستم بحتاج اني اتحكم في الفلو، بتحكم في الفلو عشان اتحكم من ناحيه سرعه، عشان اتحكم من ناحيه بريزيشن، عشان اتحكم باتجاهات، عشان اتحكم بطبيعه العمليه اللي انا بدي احصل عليها، علشان انا ممكن يكون في عندي كتير من الابلكيشن لازم اغير فيها الفلو اللي داخل عندي على السيستم. ففي حاله تغيير الفلو او كنترول على الفلو، في حاجه اسمها الميتر ان والميتر اوت والبليد اوف اللي هي كنترول سيركت. الميتر ان بيكون عندي الفلو كنترول فالف كونكتد بتوين الدي سي فالف اللي هو الدايركشنال كنترول فالف اند بلند اند اوف ذا سيلندر، بنهايه السيلندر. نيجي نشوف السكيماتيك تبعها، بنلاقي عندنا تانك فلتر، بعدين بيجي عندي البامب معمولها كوبلون مع الموتور، وبيجي عندي الدي سي في بالشكل هذا. هذا اللي هو المنطقة هذه كلها احنا حكينا سميناها الباور يونت، اللي هي بكون تحتوي على بامب وفلتر وتانك وموتور وريليف فالف وشات اوف فالف وبرشر جيج. فلما بنيجي نحكي على الدايركشنال كنترول فالف اللي هو الدي سي في، الدي سي في خط البي اللي فيه اللي هو خط البرشر، خط البرشر اللي فيه بيجي، لو حكينا احنا عندنا الدي سي في شغال على المود اللي هو مود رقم واحد وهذا مود رقم اثنين، ماشي على مود رقم واحد حيضله يدي للبستون للهيدروليك سلندر بحيث انه يمشي الرد بالاتجاه هذا. فلما يمشي الرد بالاتجاه هذا كل الزيت اللي كان في التشامبر الاولى هيرجع رجوع على اللي هو البورت رقم واحد اللي موجود في الدي سي في ويودي على التانك. بالحالة هذه الفلو كنترول فالف حيكون على الخط الراجع من هان، لأنه التشيك فالف هذا حيمشي بالاتجاه هذا، وبالحالة هذه لما بدي أجي أنا عاير بعاير الثروتل فالف هذا حسب قيم أو حسب كمية الفلو اللي أنا بدي أدخلها على السيستم، بحيث إنه يرجع حركة سريعة أو حركة بطيئة، فبتحكم في الفلو عن طريق اللي هو الثروتل اللي هان اللي موجود على التشامبر